واليوم ماينكرافت الحلقة السابعة من لعبة ماينكرافت. ما فيش تحط لايك وشير وسبسكرايب. اليوم عنا رحلة شافيه مع كنا أصدقاء. اليوم عنا رحلة شافيه مع الأصدقاء. أول شي خلينا نجهز دروعنا، سيوفنا، نحط أغراضنا حتى نروح. أول شي خلينا نحط أغراضنا. بدنا نشوف بيكاكس وأكس وسيف. حاطين هاي بيكاكس، عنا درع بس ما عنا بنطرون. اوكي وين بدنا نعمله من ايرون؟ ما نصل ايرون كتير. فا هاي الكوبرس وين؟ اوكي بدنا سيف ايرون. ناخذ سيف، ناخذ بيكاكس، وهلا بدنا نعمل لنا اكس وسرير اذا نسيت. وهلا رح افجيكم السيرفر جولي فيه سريعه كيف صار. يعني زياده انضاف دين هذا المحل الاول لالي لسيني ماكدونالدز بالسيرفر في محل ماكدونالدز. ما بعرف اذا خلص ولا لا. هاي ماكدونالدز مقاطعة، شيلوا الام تبروا محل هاي. بعد ما فتح في محل هنيك، محل ورود. لمين لحظركن؟ محل ورود لالي اكيد شفتوا الحلقة. وبعد في محل هنيك عم بيفتح محل ما شو بسمون كوارتز كونكريت. يلا وين كنا نروح؟ فهذا الكيفينج راح ندخله. وينكم؟ تعالوا هذا الكيفينج التحت. هذيك مرة دخلته بالحلقة السابقة بس ما قدرت ادخله لحالي. انزل المي. اوف والله هذا الكيفينج دخلته بهذيك الحلقة كل موارد. هذا بعد ما نزلنا حط بايدينا هذا المود الضفر. لا دغري وحوش. يلا نزلته. تكو 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 هاي ايرون علي. هذا اسماعيل الجديد نزل سلاح جديد. في حدا بيضربني. حموت حاليا. حد يساعدني. وينه؟ كيف بتجيبوا معكم الشمع؟ ضعيف. اوه لقوا دايموند وانا ماتت. يا يكون نوع جديد. دايموند نوع جديد؟ لا دايموند وجنبه شغله نادره كمان نوع جديد. انا وين؟ مين عم يضربني؟ ضلوا تعالوا خليكم حد يدقق. شوية ايرون هون هن عم يلقوا دايموند. شمع اول باور. جايب كل واحد 5 شمعات وانا جايب 10 بس. وينكم؟ كم دايموند لقى؟ انا لقيت 4 ومعي كم دايموند؟ بدي شوي دايموند. وصلنا لهون ما لقينا شيء. لا وصلنا. حاولوا خلينا مع بعض نسكر هون. نسكر. بدك اكل؟ هات اكل. تعال. والله الجولد صار فيك تصطنع منه اكل كثير. تختاري هات. لا حدا ياخذه. شوي جولد. اوف والله في كثير. اسمعي شوف الدايموند. اوه ما في شيء ابدا. فوق مليون وحوش. لا صرنا هون. والله ما في شيء. كيفين كبير بس ما في شيء. دخلنا بمنطقه عميقه حتى ما في وحوش. يو والله سلايم هذا. ديم. والله سلايم نزل. ما بدي اعمل شغله بالريد ستون بالماكينات الريد ستون. والله لاقوا دايموند كتير. ولا حبه دايموند لقيت. لقينا 4 ايرون 6 جولد 4 ريد ستون. هذول السلايم وهن هلا عم بيروحوا. لاقوا دايموند كتير. خليني اروح معهم. خليني نلعب حتى شم. ما معي كتير. معي 9. والله كيفينج كله مي. خليني ابري. وين ابري؟ صار هلا 70. ما تقربنا. 62 54 قربنا. بسرعه ثلاث دروعه سيف شوي من هدول. الهدف دايموند بس الواقع معنا هذا هو الايرون. انا ايرون ما معي كثير بس يلا. سلام 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 لازمنا سلام. خلينا نطلع هون بركي في شويه موارد. في شويه جولد هون. يعني لازم نحن دايموند اهم شيء. تموت في رح يضرب. رح موت تجمو ثلاثي. تعال اخر واحد. تعال هات شوية اكس بي. هات لك كم حبة جولد. يعني ما لقينا حتى كتير من الايرون هون. حلو شي 7 من حبات ايرون اول شيء. حلو 2 3 4 5 6
والله 7 8 9 10 10 ايرون، صار معنا 14 حبة ايرون، في هون حبي 15 حبة ايرون. اي ريد ستون لازم اعمل الحلقات القادمة، بدي اعمل شي من ريد ستون، حبيت واحدة حبي بس. وينون وين راحوا؟ وشو هذا هونيك سلايم منيح، شو هذا المواد الهونيك الازرق اصفر؟ ما فينا ننزل هون راح نموت اذا نزلنا، كله نار وكله سلايم وهيك. اوه كل واحد 10 وواحد لها 20 دايموندي، انا بدي هي ولا دايموندي لقيت لهلا، بدي روح خليهم وراي وراهم حتى لاقي الدايموند. شوف كم دايموندي معهم، كثير مقطش لقطات، صار لي ساعتين عم بطلي ساعة بطلي على الدايموند ما عم بطلي وراهم ما خلص. خلينا على الايرون، في اربع اربع خمس حبات ايرون خلينا ناخدهم. 15 صاروا معنا 16 17 18 19 معنا، بنطلعنا من هالكيفينج بشي نص ستاك ايرون منيح، بس ولا دايموندي وشوية جولد. طلعنا شوي حلو هون، شوي هذا المورد جديد هذا على فكره، قد لقينا منه شوية ريدستون، قد لقينا منه بس ما بيتاخد الا بالبيكاكس الايرون، البيكاكس هذول ما بقدر تكسر ما بيعطوك اياه. شوية ريدستون وشوي منه مناح. قديش لا 7 8 دايموند، شوف قد ايه بنلاقي دايموند، كل هاي الحفرة فين، كل هاي الحفرة هاي كلها ملاقي فيها ملاقي له شي 10 دايموند. وهذا المورد اتركوا منه، اترك هذا المورد الازرق، حتى هذا المورد اخدينه، اترك لي حبي اخد حبتين. راح موت راح موت راح موت راح موت خلاص. هاتلك قديش باخذ منه بيكاكس، طين 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 بس حبي وحدي. هذا يمكن اندر من الدايموند، يمكن اندر من الدايموند، اخذنا حبي وحدي. شوف قد ايه دايموند، قلت لك ما بدي اخذ جولد، مليت من الجولد 16 جولد، هاي اخذنا اياها تبعيته تيابو الدستون. يا الله بدنا دايموند او شيء هيك موارد جديدي، انه كل حلقه بنعمل، بس هاي الحلقه ما راح اعمل، بس شوية الدستون. اخذنا هذا المورد الازرق، يمكن اعمل فيهم شافل او شيء، او جمي اعمل فيهم مثل سيف. كله ده بطال طاب دي لاو لقوا 42 دايموندي، انا صفر. اترك لي يوم بقى اترك بعد، اترك لي هذا مورد جديد راح اعمل فيه انا بالحلقه القادمه. هاي موارد جيدي اول مرة، يمكن اول مرحبتين نحب الاخ تعملنا سيف حلو. 3 حبات 4 حبات 3 4 حبات مناح، بيعملنا فيهم شيخوزي او سيف بس 3. خلينا نروح ونزبلها فيهم معهم دايما. شوفوا شو لقينا هذا الموارد، شايفين 4 16 16 26 8، ولقينا عملة واحدة من هاي الزرقاء. بعد هيك لك بعد هيك عبيقلي ولا اعطيه شمعة بيعطيني وحبة دايموند، شو رايكم؟ هاي اغلى شمعة بحياتي، رح بي اغلى شمعة هاد دايموندي. يا سلام دايموندي واحدة بس، خد شمعة واحدة بس، شمعة واحدة بتكفيك، هات 10 دايموند خد 10 شمعة، أغلى شمعة في التاريخ. الآن ما معن فحم ما بيلو، والله ولا هنا ولا فحمي، كل هذا الكيفينج ولا فحمي فيه، بس أنا لقيت كتير والله، بس يمكن إني فوق شوي شوي هون بتقتل.
وراكن سندور سبون جولدن ابل. بس في رسبون هون. خلينا ناخذ صندوق الثاني نخليته. يا الله على الحظ ولا شيء. موارد يعني سيئة كتير. مستحيل يكون بس صندوقين ما بقلبهم حبة دايموند ولا شيء. بس هاي تبعت الجولد تيب الجولد. على الحظ اسوأ حظ بهذا الكيف نزلنا له. بلينا هذا الموارد. بدنا شيء موارد جديد. شكله هون في شيء تحت. قولكم في شيء تحت. خلينا بالحوان عم بالحوان. في هاي العملي والله فوق جديدي. قتلك حبين ايرون حبة ايرون يكفونا. اهم شيء نحن الايرون بس. دستون وايرون هاي الكيفين كله هيك. انا رح افديكم شغلي رح اصنع هاي يعني بدل ما كان كل يوم نصنع شيء. بديت اني بعد هيك بعد خذوا هاي ما كان كيف بدك فيك انت تطلعوا من الكيفنج. هاي المكنة انا عندي اياها ببيتي. شوف كيف تقبسوا عليا تختاروا احصى شو اسمه تحط كومي ما بدكم حسب اللون. هاي بمحلنا. هاي بترجع فيها على الكيفنج. هاي المكنة صنعناها بهاي الحلقة بدل السيف. قيموا لنا المكنة كتير حلوين اذا فيكم تطلعوا دغري من الكيفنج. فإلى هنا تكون انتهت هاي الحلقة. حطوا لايك وشير وسبسكرايب. كان كيفنج مع اصدقاء ولا طلعنا بحبة دايموند. هن طلعوا كل واحد 20 دايموند. إلى اللقاء. لايك شير سبسكرايب. باي باي.